كما تلاحظون نحن الآن متواجدون في اليوم الثالث على التوالي ضمن الفترة المحددة لقدوم أخوتنا السوريين القادمين لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد اعتبارا من 15/8 ولغاية 30/8 هذه هي فترة قدوم. أما فترة المغادرة فتكون اعتبارا من 5/9/2017 ولغاية 5/10/2017. تم تخصيص عدد من عناصر مركز الهجرة والجوازات تقوم باستقبال أخوتنا السوريين القادمين من الجانب التركي لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك، حيث نقوم بتسجيل الأخوة القادمين ضمن سجلات مخصصة، نقوم بتسجيل اسم الثلاثي ضمن أرقام تسلسل متتابعة، ونقوم بتسجيل رقم الوثيقة التي تم منحها من الجانب التركي، ونقوم بتسجيل يوم المغادرة بناء على طلب الشخص. طبعا نقوم بالتسجيل بتوزيع الأخوة ضمن الأيام المحددة لفترة المغادرة، طبعا يعني مشان ما تصير عنا فترة ازدحام كما حدث في العيد الماضي. أما من الجانب التركي فهناك اعتمدوا نظام حجز إلكتروني يتم من خلاله الأخ السوري حجز فترة دخوله عن طريق النت، وفي المغادرة هناك سوف يتم اعتماد مبدأ البصمة، ونحن بدورنا سوف نبذل كل جهدنا لتوفير كافة التسهيلات التي من خلالها نقوم قد أدينا واجبنا تجاه أخوتنا السوريين القادمين لقضاء فترة عيد الأضحى المبارك ضمن الأراضي السورية.